السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم هذا بالعينين من قناة مختصون في التبريد المنزلي. في منشور كان نازل على جروب الخاص بقناة مختصون في التبريد المنزلي في الفيسبوك عن التلاجة التربو الكريازي اللي هي فيها لمبة سودة موجودة جنب المراحل اللي تحت. اولا عشان نبتدي مع بعضنا نكون عندنا ذو علم شوية بمعنى كلمة تربو، معناها فيها جوز مروح او مروحة موتور واحد وله مروحتين بيلفوا في واحدة تحت في هواء في ناحية والتانية تحت في هواء في ناحية، هي اختصار لكلمة مروحتين موجودين في قلب التلاجة او رشتين موجودين في قلب التلاجة. ما معنى كلمة تربو بالوصف البسيط وليس الوصف اللي هو يعني الخاص، لان انا هذا اوصل لك المعنى ايه بالظبط ودي بتودي ايه وتودي ايه، ولكن عشان تكون عندك خلفية وعلم بسيط كلمة تربو معناها ايه، الشيء اللي شغال بجوز مروح او جوز ريش مع بعض. زي مثلا ينطبق مثلا على المكيف الشباك كلمة تربو، لان في مطور واحد وله رشتين، دي بتحذف هواء في اتجاه واحد ودي بتحذف هواء في اتجاه تاني، والاتجاه المطور اتجاه واحد. في بعض السيارات بيطلق عليها كلمة تربو، انما انا وصلت لك كلمة تربو معناها ايه، وده التلاجة التربو. التلاجة التربو موجود مروحة تحت في الكابينة من تحت خلاف المروحة الخاصة بالفريزر، كان موجود جنبها لمبة. في بعض الموديلات كان موجود جنبها لمبة شكلها بني او بنفسجي، اللمبة دي كانت تدي اضاءة بسيطة دايما. معظم الفنيين الموجودين حاليا ما شافوهاش ولا يعلموا عنها شيء، ولكن هي موجودة في موديلات تانية كتيرة. ان شاء الله لما استضفنا هنتكلم عنها، ولكن الفيديو ده عشان الفني اخونا حبيبنا يكون عنده خلفية عن اللمبة دي بتاعت ايه. اللمبة دي موجودة، انا استعين بالصور الخاصة بالتلاجة واستعين بفيديو ايضا كنا عاملينه في قناة مختصون في التبريد المنزلي. كنا عاملين الفيديو في جروب مختصون في التبريد المنزلي كان بتاريخ 21 مايو 2020. خلاص ده التاريخ بتاعه بالظبط، موجود داخل جروب اتكلمنا عنه، عرضنا جزء من الفيديو في مشكلة في قلب تلاجة، وعرضنا الجزء الخاص باللمبة الموجودة وكنا تناقشنا فيه، وبعض الفنيين قالوا اللي ده الجزء خاص عشان خاطر اللمبة تخفض سرعة المروحة الموجودة داخل الكابينة. المروحة داخل الكابينة ديت لما جود التلاجة نزلت اساسا كانت موجودة بدون مروحة داخل الكابينة، وبدأ العميل يشتكي ان المأكولات داخل الدرج الاخراني الخاص بالطماطم ما فيهوش ما بيسقعش والحاجة فيه بتبوظ، فبدأت تجي عندهم الفكرة، فكرة التربو اللي هم يركبوا مروحة داخل الكابينة، اللي هم يركبوا مروحة داخل الكابينة عشان توزع الهواء، هي ما الا توزيع للهواء بس او تقليب للهواء داخل الكابينة عشان خاطر ينزل الهواء من فوق لتحت ويبدأ يوزع الهواء داخل الكابينة، والمأكولات تبدأ تتوزع عليها البرودة بشكل منتظم وبشكل ايه دورة على طول عشان ما يحصلش فيه حاجة داخلها. اللمبة ديت ده لمبة خاصة بالبكتيريا زيها زي البلازما، موجودة من زمان شكلها يعني تعمل عمل البلازما. الفنيين الموجودين حاليا او في بعض الفنيين الكبار ممكن يكونوا ما شافوهاش او شافوها ملهاش لازمة رموها، ديت بلازما يا جماعة بتقتل البكتيريا الضارة الموجودة داخل التلاجة. حبينا نوضح اللمبة ونوضح الشكل بتاعها العام، واستعين انا بالصور معاكم ونزلها لكم في قلب الفيديو ديت، واحنا بنتكلم ممكن في صورة تطلع في الجنب يمين او الشمال تشوفوها، اسيب لكم الصورة بعدك في الفيديو نفسه عشان الفني لما يبقى ياجي ويعرف اللمبة ديت خاصة بايه يبقى يعرف اللمبة ديت عشان ايه. اللمبة دي لها استخدامات كتيرة عشان لما يقابلها فني داخل تلاجة وخصوصا الكريازي لان ما عادش موجودة كتير، وانا بحب ابحث في الكريازي بصفة عامة لان هي عشقي وحبي واعتزازي، بحب اطلع كل خباياها. معنا معلومات خاصة لها كتير جدا جدا، هنفترض ان يعني هنشتغل عليها في الوقت القادم باذن الله، بس ربنا يدينا الصحة ونعرف ان احنا نكمل.
اللمبة الخاصة بالبكتيريا، وهي اللمبة البنفسجي أو السمرة، اللي 90% من الفنيين ما تعرفهاش، حتى احنا ما كناش نعرفها، ولكن الفن المتميز، الفن الشاطر، الفن الجيد هو اللي دايما يبحث وراء المعلومة لحد ما وصلها بالشكل الصحيح وما يكنش وما ينامش. المعلومة ديت ده اجتهاد، زيها زي الرزق اللي ربنا سبحانه وتعالى بيدهلنا. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيرزقنا بالفلوس، بيرزقنا بالصحة، بيرزقنا بالمعلومة الصحيحة، بيرزقنا بالأولاد، بيرزقنا بالمال، بيرزقنا بالزوجة الصالحة، بيرزقنا بحاجات كتيرة هي أيضا المعلومة والرزق ده ربنا بيرزقنا بيه. أتمنى اللي احنا ننهض نوصل أو نقدر نوصل لكم أي معلومة تفككم في اي وقت انتم محتاجينه. احنا موجودين معاكم ان شاء الله، وبنبحث على اي معلومة جديدة حتى لو كانت قديمة، حتى لو كانت ليس لها قيمة عند بعض الناس. في ناس تانية، فنيين تانيين مستنيينها. اي سؤال تحبوا اسألوه اهلا بيكم داخل جروب وداخل قناة. حتى لو سؤال بالنسبة لكم انتوا حاسس اللي هو مزو قيمة عندك ولو زو قيمة عندنا، ننهض اللي احنا نساعدك بيه. نكمل الفيديو وبقية الفيديو على قطعة معينة كده نتكلم عنها داخل الفيديو، واترك لكم ايضا الصور الخاصة باللمبة اللي هي الخاصة زي اللمبة البنفسجي اللي بتقضي البكتيريا، زي البلازما كده، هي كان زي البلازما لكن تحدثت الامور وبقى لها تطور تاني واشكال تانية اخرى. ده مكان المسمار اهو، ماشي؟ مكان المسمار اهو، دي كلها نفخة مية اهي، دي مروحة، اهي دي نفروست، ماشي؟ اهي عمرك بقى ما شفتها في النفروست؟ اهي بص، ده تنفخ مية، ده كله ملان جوه مية. قلعي بيه بقى دي من ايه بقى؟ منزول المية جوه ما بين الفوم والبلاستيك دي، دي كده الصرف فوق فيه مشكلة، الصرف فوق عايز يتعزل صح، لان كده التلاجة شربت، يا اما حد كان مغير فيها حاجه وخرم مكان مكان الصرف. بص دي واحده، بص ادي دي، بص هتك ده مكان المسمار بيجيب ميه اهو، ميه اهي، يبقى الصرف فوق كان فيه حاجه بقى. لا هو لسه مازال فيه، بس التلاجه دي مش دي فروست، ده نو فروست، فالميه دي كده ما بتنصرفش تحت في الطبق، لذلك الطبق كان معفن. الميه بتتصرف جوه جسم التلاجه. كويس ان انت فكيت البتاع ده، ماشي؟ انت تعرف دي اصلا كده تبوظ لك عزل التلاجه نفسه. الحمد لله. هوريك انا الصرف فوق برضه، لان دي كده مش هتخلص بساعتها، لازم الميه دي كلها تتصفى. ادي يا عم الترياز. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.